بدأه في الشوط الأول لحق عملية كاميرا اثنين على الهواء. خليك مع الكور خليك مع الكور. عندك مهارة عندك مهارة. الله 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 نعم ولا في هاي اللحظة عم يغادر الشباب أرضية الملعب وخلينا نشوف إيش صار. شباب شباب ممكن أعرف إيش صار معكم؟ إحنا عادي بس كنا عم نفتح حساب بنك الاتحاد بالموبايل. كنت عم بفرجي بس كيف الخطوات سهلة طلع بس أربع خطوات تخرج. مشاهدينا كما وردنا الهدف لم يسجل لأن المصورين يفتحون حساب بنك الاتحاد داخل الملعب. فتح حساب بنك الاتحاد من الموبايل بقول لك بالملعب كمان. شوفوا ايش صار بالخبر شوفوا ايش صار بالجول جريدة الخبر. ايه كيف يعني ما دخل الجول؟ أكيد دخل. لا وبقول لك تفتح هالحساب وما عليه أي عمولات. لا وكمان بدون حد أدنى للرصيد. معقولة؟ وبقول لك الكارت بيوصلك لباب البيت تاني يوم. إيش بمخو العقل يا رجل؟ هذا الهدف لم يتم تصويره بالعمدة لتضليل المشاهد. أصلاً ما تقدر تفتح حساب على الموبايل يا سيدي. أنا هسه بدي أفتح حساب بنك الاتحاد من الموبايل. ما بقدر أكمل حلقة. انسى الجول. بالاخر فتحتوا لي حساب بنك الاتحاد ولا لا؟ ايه فتحنا الحساب وخلصنا قبل ما يفوت الجول ولسه دفعنا الفواتير بالوقت بدل الضائع. افتح حساب من موبايلك بدون حد ادنى للرصيد بدون اي عمولات بدون ما توصل البنك وبطاقتك توصلك لباب بيتك. حمل التطبيق الان.